أتشيرا مدينة صغيرة تدور في فلك مدينة نابولي، القطب الصناعي والاقتصادي المعروف في إيطاليا. وفي أتشيرا استقر في العام 96 900 و1000 المهاجر المغربي حميد العبداني. كان من بين المهاجرين المغاربة الأوائل الذين أخذوا وجهة إيطاليا. لما ترك قريته في أطراف مدينة خريبكا كان في 24، وكان كما كثيرين من أقرانه منبهرا برغد العيش الذي يظهر على المهاجرين حين يأتون لقضاء عطلة الصيف. صرف اهتمامه عن الدراسة وعن الأشغال الفلاحية التي كانت شأنا يوميا لأفراد عائلته. ولما رأى والده أنه لن يتغير ساعده على الهجرة. لم يهاجر وحيدا، كان مع مجموعة من الشباب أحضرت لهم عقود عمل لقاء مبالغ مالية هامة. كان الاتفاق يقضي بأن لا يترك المهاجرون إلا بعد تأمين وصولهم إلى حيث سيشتغلون. لما وصل إلى إيطاليا اكتشف حميد العبداني أن الحلم الذي هيمن عليه سنين لن يكون سهلا تحويله إلى حقيقة. لم يكن لديه من المؤهلات إلا ما تعلمه في الحقول التي تستغلها عائلته، ولذلك كان الطريق الأقرب لدخوله عالم الشغل أن يعمل بستانيا. لم يكن عالم النباتات مجهولا لديه، ولم يكن حديث عهد بالمعول وأدوات تشذيب الأشجار. سريعا أدرك أن تعلم اللغة الإيطالية ضرورة قصوى إن هو أراد بلوغ مبتغاه في وقت وجيز. ظن أن ما رسخ في ذهنه من اللغة الفرنسية التي تلقاها في مساره الدراسي سيساعده في ذلك. إنه لن يحتاج إلى تعلم الحروف اللاتينية، وذلك في رأيه مكسب هام. الذي كان وسيطا في هجرته إلى إيطاليا وهو مهاجر مغربي ينحدر من الدار البيضاء هو من قدمه للسيدة روزا بيانكو، امرأة في عقدها السابع تعيش وحيدة في فيلا قديمة تحيط بها حديقة واسعة. يذكر حميد جيدا تلك اللحظة التي التقت فيها عينه عيني روزا بيانكو. كانت نظراتها تشي بحيوية لم يعهدها من قبل في نظرات نساء في مثل عمرها. رحبت به بكلمات ترجمها له الوسيط، ثم قام الثلاثة بجولة عبر الحديقة الواسعة. كانت الأشجار بحاجة إلى تشذيب وتهذيب، وقبل كل عمل آخر كانت الحديقة بحاجة إلى إعادة تنظيمها. وكان حميد يرى وهو يستمع إلى مطالب روزا أن إنجاز كل تلك الأشغال يتطلب جهدا ووقتا. لما انتهت الجولة عبر أطراف تلك الحديقة قال حميد للوسيط أن يبلغ السيدة روزا بأن إنجاز كل هذه الأشغال سيستغرق وقتا. أضاف أن كل ما يمكنه أن يعدها به أنه سيعيد لتلك الحديقة رونقها ونضارتها التي افتقدتها منذ سنين فيما يبدو. نقل الوسيط كل ذلك إلى روزا التي استمعت باهتمام وبابتسامة لم تفارق شفتيها الدقيقتين. ردت بأنها ستمنحه كل الوقت الضروري للقيام بالمطلوب. كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أن السيدة روزا عرضت عليه أن يسكن في ذلك المنزل الصغير في عمق الحديقة على أن يقوم بالإصلاحات الضرورية. كان بالقرب منه، نظرت ناحيته، ثم إنه بتلقائية خطى خطوتين نحو النافذة المشرعة وألقى بنظرة إلى الداخل. ظهرت له قطعة من صالون جلدي قديم بجوار باب موصد ظن أنه باب غرفة. عاد وقال للوسيط أن يبلغ السيدة روزا بأنه يقبل عرضها شاكرا. بعفوية أنزل الحقيبة التي كان يعلقها إلى كتفه، وكأنه أحس بأن رحلة الهجرة إلى إيطاليا قد انتهت لتوها، وأن حقيبته التي حملها بعض أغراضه قد بلغت وجهتها. هل من عرض أفضل بالنسبة لمهاجر مثله في بلد لا يعرف لغته ولا ثقافة أهله؟ كل ما يعرفه ما كان يحكيه المهاجرون الأوائل إلى إيطاليا وهم يقضون عطلهم الصيفية. يعد هذا العرض من باب حسن الطالع.
وحتى لا يكتنف الأمر غموض أو سوء فهم، طلب حميد من الوسيط أن يسأل السيدة روزا إن كان بإمكانه أن يستغل ذلك البيت منذ الآن. ولما نقل إليه موافقتها ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن أسنان بها بقع بنية، ثم بعفوية ربما أخفت فرحة ود لو فجرها حق تفجيرها، عانق الوسيط الذي جاء به إلى أتيرا وربت على ظهره بكلتا كفيه. ثم إن الوسيط انصرف بعد أن قبل السيدة روزا قبلتين على وجنتيها جعلته يظن أن علاقتهما ليست وليدة ذلك اليوم. أغلقت السيدة روزا بيانكو باب الحديقة وتقدمت نحو ذلك المنزل الصغير يتبعها حميد. فتحت الباب فأحدث صغيرا وشى بأنه لم يفتح منذ فترة غير قصيرة. الآن وقد صار ينظر إليه عن كثب بدت له واضحة طبقة الغبار التي تكسو قطعة الصالون الجلدي ذي اللون البني. كانت السيدة روزا تحدثه بلغة لا يفهمها، وكانت تشير إلى الأشياء الموجودة في المكان، وقد حسب أنها تذكر له ما ينبغي القيام به. لما التفتت جهته ابتسم واحمرت وجنتاه خجلا ورد بإشارات وهو يحرك رأسه مبديا موافقته على كل ما تقوله سيدة المكان. أدارت المفتاح الذي رآه في قفل الباب الذي قدر أنه باب غرفة. لم يخب ظنه حين انفتح ذلك الباب الخشبي. دخلت السيدة روزا أولا وتبعها دون ما انتظار. في الغرفة سرير كبير ودولاب يستجدي رفع الغبار عنه. كانت الإشارات التي ترسمها يدا السيدة السبعينية دوائر في الهواء تعني له أن المكان بحاجة إلى عملية تنظيف كاملة شاملة. ثم أشارت بما أفهمه أن عليه أن يستقر هناك. خرجت السيدة روزا بعد أن ابتسمت في وجهه، وضع حقيبته على قطعة الصالون التي تتسع لشخصين. نظر إلى الساعة التي في معصمه، كانت تشير إلى 10:30 صباحا. تذكر لاحقا أن ساعته لا زالت مضبوطة على توقيت المغرب. فتح بابا صغيرا قريبا من الزاوية فاكتشف حماما. كانت مودعة هناك مكنسة وبعض مواد التنظيف. لم يعد هناك ما يبرر إرجاء تنظيف المكان. مسح الصالون القديم وأعاد له بعضا من بريقه، وكذلك فعل بالدولاب في غرفة النوم. كان الجو ربيعيا. أخرج الأغطية التي كانت هناك. بعد ساعتين كان المكان قد استعاد غير قليل من ملامحه الأصلية. رأى السيدة روزا قادمة من سكنها في الجهة الأخرى من الحديقة. كانت تحمل له طعاما وكان جائعا. شكرها بحركة من رأسه وانحناءة خاطفة. ثم عادت المرأة من حيث أتت. بعد أن أكل نهض ودخل غرفة النوم، فتح الدولاب الخشبي القديم فاكتشف بداخله ملابس تعود لرجل، 3 بثلات معها ربطات عنق وقمصان بيضاء. تساءل عما إذا كانت تلك الملابس تعود إلى زوج السيدة روزا الذي لا يعلم يقينا إن كان لا يزال حيا أم هو ميت. ثم اكتشف 3 أزواج أحذية سوداء. تحت السرير الذي يرتفع عن الأرض بنحو 40 سنتيمترا اكتشف حميد صندوقين خشبيين أقفلا بإحكام. فضوله يدفعه إلى إخراجهما وفتحهما لمعرفة ما بهما، ولكن أخرج اللفافة الحمراء وما أن فتحها حتى تراجع وسقط على ظهره. ما كان داخل ذلك الصندوق مسدس ومعه ذخيرة. لم يسبق له أن لمس مسدسا. في عمق الصندوق ظرفان مغلقان لم يستطع قراءة ما كتب عليهما إذ كان بخط اليد. أعاد المسدس ملفوفا كما وجده، أغلق الصندوق وأعاده حيث كان. لقد قطع الخطوة الأولى. أخرج الصندوق الثاني، جرب عدة مفاتيح قبل أن ينفتح القفل. في داخل الصندوق رسائل كتب عليها بخط يد وخنجر صغير وصور رجل ممدد على الأرض وفمه مفتوح كأنه ميت. أعاد الصندوق إلى مكانه تحت السرير
وأعاد المفاتيح إلى الدولاب، ثم عاد إلى الفراش ينشد ساعة من نوم، وهو يعلم أن وراء كل ما اكتشفه في الصندوقين سرا وربما أسرارا كثيرة.